السلام عليكم أيها السادة والسيدات، أينما كنتم. هذا الفيديو خاص لكل واحد عربي سوري سني، بالتحديد سني. أنا بدي أسألك سؤال، يا ريت تفكر قبل ما تجاوب. بدك تعلق لا تعلق، بدك ما تعلق لا تعلق، أنت حر وأنا حر. أنت بدك نعيش مع بعض بهالوطن أو لا؟ رح تقول نعم، بعرف جوابك نعم. اوكي، انا في عندي الرأي، طريقة العيش اللي بدي عيشها معك بالوطن، نكون شركاء بالوطن، في عندي طريقة بلك يعني. عجبك نضمير على بعض رح نعيش مع بعض، ما عجبك كل مين بيعيش لحاله، ما في مشكلة يعني. الاخوة بينزلوا من بطن واحد ومن رجل واحد، بيلولدوا بيكبروا بيتفرقوا، ونحن خيو كنا أخوة فرقنا يعني، ما في مشكلة. في مشكلة شي عندك؟ إذا ما اتفقنا رح نتفرق. بجوز أنت بدك تحكي أنت اللاجئ وكذا، هذا الحكي كله حطوه بالخرج يعني، ما حدا بصدقه، لا طعب حالك فيها. ماني لاجئ ولا شي، عرفت علي شلون؟ أنا صاحب الأرض، ماشي؟ بيني وبينك الحكي لا تقول لحالك. وإذا بدك أسأل مؤرخين أصماليين أتراك، وإذا بدك يونانيين موجودين، بس نظام البحث هذا الحكي إنسانية، لأنه هذا كله كذب وافتراء، ماشي؟ الحكي بيني وبينك يعني، ما بدي أدخل لحدا. أنا وأنت بدنا نعيش مع بعض أو لا؟ أنت بدك تسأل شو يعني، أنت شو بدك؟ أقول لك شو بدك؟ اوكي، واحد تكون سوريا الاتحادية، ماشي؟ سوريا الاتحادية، سوريا الديمقراطية الاتحادية، سوريا الاتحادية الديمقراطية، الاتحادية السورية الديمقراطية، يعني هيك بهالشكل. مو عربي عيب، انا كردي، وبعدين احنا بسوريا 8 قوميات اذا بدك عندهم. اسأل حدا اكتب جوجل مين بيعيش بسوريا، كم قومية فيه، بعدين بتعرف. هون بيري وينك، واحد سوريا الاتحادية. نقطة تانية، مساواة بين الرجل والمرأة 100%. يعني بلكي بكرة مثلا خيو في واحدة عندنا خيو محترمة ودارسة وفاهمة تصير رئيس سوريا، يعني مساواة بين الرجل والمرأة 100%. ودولة ألمانية يعني، إذا ما كانت ألمانية ما فينا نعمل مساواة بين الرجل والمرأة. أي ديانة كانت يعني بتاخذ شوي حق المرأة، ديانات سماوية كلها يعني بيزلوا المرأة. طب تعرف ديانات صارت قديمة مو مثل هالحداثة، هي لو صايرة شي دين كان بيعطي حق المرأة كامل، ولكن تعرف قبل 2000 سنة 3000 سنة 1000 سنة كان بيجي دين بوقتها يعني، وظلموا المرأة كثير. نحن أنا ككردي بشوف ان حق المرأة تكون مثل الرجل، بعزم الرأس وما بعرف، بكل الحكي كل الأحاديث كل الأمور كلها، من أمور الزواج لا فوق، ماشي؟ او جوزي تقول لازم الرجل يتجوز 4 5، هلا المرأة إذا اتفقت مع جوزي يفتحوا البيت كازينو يجيبوا 5 نسوان 10، ما دخلني أنا، مو قصتي. بتسجل واحدة باسمه والتانية مثل ما بده، مو مشكلتي يعني. دولة ألمانية مساواة بين الرجل والمرأة، سوريا الاتحادية. انت بجوز تسأل شو هي اتحادية، بعرف يعني في عالم كتير مثل تراويش ما بيعرف. لأفسر لك يعني، مثلا الاتحادية مثلا يعني على سبيل المثال في مدينة بالشام اسمها جيروت، بتعرف انت؟ طيب خيو سراقي بما أنه صار على طريق رودكو، خون شيخون، وين بتعرف ده؟ وين بتعرف؟ من بيش؟ حمدوني بحر كالوس مثلا يعني. سلقي وين ما المهم خيو ميادين، خلينا نحكي ميادين. أهل ميادين هني بيعملوا
عندهم حكومة. كيف يعني حكومة؟ بيعملوا عندهم بلدية، هاي البلدية بتحكم هاي المدينة. يعني أهل ميادين بيجيبوا واحد من ميادين، ما بيجيبوا واحد مثلا من حلب يحكم ميادين، أو بيجيبوا واحد من رقة يحكم ميادين. هلا بيتفقوا بيقعدوا خير، تعرف ميادين كلهم بيعرفوا بعض. وين في واحد محترم مثلي هيك كويس ابن حلال مثلي يعني هيك يكون مثقف واعي كذا، بيرشحه هو بيجيب يستلم هاي الامور البلد. طبعا هو بيجيب كم اشخاص معه، يعني بيجيب 6 7 10 8، المهم حسب عدد سكان المدينه كذا بتصير هالامور هي، ما بدخل بالتفاصيل. هن بيحكموا بعض، هن بيقرروا مثلا خيو بدنا نعمل يوم الاربعاء مثل حموسنا يعني. عرفت علي شلون؟ يعني الشام ما دخلوا فيه نهائيا. الشام كيف دخلها؟ شلون دخلها؟ لنقل ميادين فيها زراعة. موازين هي الشام بياخذها برد بيوزعها على كل سوريا. مثلا النبك ما فيها زراعة. النبك فيها سياحة. بيطلع مصاري مثلا من سياحة، لنقل هيك يعني. على سبيل المثال. قلمون ما فيها، فيها مثلا مواقع سرية كذا إذا بتزبطها رح يجوا عليه الزوار كمان رح يطالع مصاري مثل سياحة. هاي مصاري كل هذا بتجتمع وين؟ موازين الدولة، الدولة السورية الاتحادية بتروح وين؟ على مجلس. أي مجلس هذا؟ مجلس الشعب السوري. معتها بيكون مجلس الشعب عن جد، مو مجلس إنه واحد يروح عنه مالك يبعتوا واحد خرفوان مالك مثل دياب موشي 40 سنة كان على طول عضو مجلس الشعب بدون انتخابات يعني. زلمة قالوا كرسي لأنه هو موافق على كل ما يقال، كل ما يقوله ذاك الغبي اللي قاعد هنيك مش مقبل موافق. عرفت علي شلون؟ يعني ما تكون هيك. مثلا منبش خلوا بين بعضهم عشيرة فلان 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 يتفقوا، يعني عندهم مجلس محلي، هذا المجلس بيقرر بيقيم بيحط كل شيء. منبش فيها كذا، فيها تركمان، فيها كرد، فيها عرب، فيها أشور مثلا يعني. هن بين بعضهم يستفلوا إن شاء الله يحطوا واحد أرمني. بجوز بكرة يطلع واحد مسيحي يصير رئيس سوري. يعني ما بدنا يكون في عنا مادة، يعني مادة فاشية عنصرية. لازم يكون رئيس كذا، رئيس دينه كذا، لونه كذا، شكله. لا لا، هو مجرد مكان مواطن أمه سورية أبو سوري بحق له يكون رئيس. عرفت علي شلون؟ ايه. هاي 3 4 نقاط حكينا فيهم. هيك سوريا الاتحادية، مساواة بين الرجل والمرأة، سوريا علمانية، 3 اتحادية يعني هيك هيك بتكون اتحادية. هاي 3 4 فصلت الثالثة شوي. الرابعة والأهم هي الأولى طبعا، بس أنا خليتها للآخر. لنفترض جدلا مثلا اجوا 40 واحد ايطالي على سوريا. مو هلا، بعد 50 سنة. بعد 2 سنين دستور هيك بدون كتب فيه مادة. هذا 40 الشخص الإيطالي جاء على سوريا تلقائيا لغته بتصير لغة رسمية في سوريا. ايه. عن جد. بصير هيك ولا ما بصير؟ فينا نساوي هيك. يعني شوف اذا عندك افكار بعثية والثاني عنده افكار اخوانية مستحيل تزبط معنا هيك. ايه طيب اذا ما زبط شو الحل؟ ما زبط، ما اتفق. انت بدك تعمل سوريا عربية اسلامية سنية مثلا يعني في ناس هيك بتحكي صح؟ ايه هاي عادة بتعملها ببيتك وبلدك مو عندي يعني. انا كردي عايش بارضي يعني ماني دخيل على سوريا. سوريا انفردت علي من 100 عام سايز بيكو، قسم دعتي، قسم بلدي، قسم وطني، قسم شرفي، قسم كرامتي، عمل فيني هيك قسمني بين 5 دول ماشي. الدول الخمسة ما بتعرفها، بعدين بتعرف بس تكبر تدرس تاريخ شوي رح تعرف. ايه ماشي ماشي. انتفقنا كان بها ماشي. اذا اتفقنا
ما نعيش مع بعض. والله يا حلوين انتوا كويسين، في منكم مثقفين ومحترمين بنحطوا على الرأس. وفي امثال مجدولين مثلا رولا احمد بينوني، ما بعرف احمد رحون، ما بعرف اسعد زعبي، ما بعرف غليوم، ما بعرف الثاني هيك. في عنصريين يعني التافين هذول، ما في هيك عندكم كمان ايه. ونفس الوقت في عندنا كمان في على بجوز اشخاص متطفلين او اشخاص غوغائيين مثلا بيشملوا كل العرب وكذا. وين ما قام نلاقي هيك صنف يعني، بنلاقي مجدولين كمان تافه قال بدي اجيب بيدون بنزين واحرق الكل كله مثلا ايه. يعني في تافين وين ما قام، بس انا بحس هيك حاسس لانكم الاكثريه السيئه بيطلع من عندكم. قصه منكم بدها سوريا عربيه، قصه منكم بدها تبقى الحال على ما علي يعني، بس يستبدلوا بشار بواحد نجس مثلا، يجيبوا واحد لسه اوسخ من الصباط ولا بشار لسه. مشكلهم افترشتون. نحن بدنا، مو بس انا، هلا في علوية كتير كمان، اخوة علوية اخوة روز، بدنا استبدال هذا النظام بنظام الماني، نظام ديمقراطي، نظام انساني، يكون نظام بشري يعني. نحن نعيش كلياتنا في وطن جسم واحد كذا الى اخره. وفي قصر منكم مثلا بيفكر انه يعبو لبشار ويحاسب هذا وهذا. انا ما عندي هيك نيه، انا عن نفسي مسامح كل حدا اخطا بحق الكل. ابو عمشي شايفه المرتزق هذول اللي سرقوا كل دجاجات عفرين، هذول كمان ما بدي حاسبهم. الله بيحاسب الكل، هو الخالق، هو بيعمل اللي بده اياه. بنسلم امر ونفتح صفحه جديده ونعيش مع بعض. والموازنه السوريه بنحطها تحت ايد طلاب اقتصاد. كيف يعني؟ يعني هن بيكونوا مراقبين، يعني يكون مفتوح رصيد موارد زراعيه، بترول والى اخره، كل شيء موجود قدام كل مواطن. اي مواطن فينه يدخل ميزانية الدولة وين عم بيروح مصاري، وكل مواطن بيكون له راتب، بيكون له كذا، لأنه خيرات سوريا كتير مثل ما بتعرفوا طبعا. إذا سوريا بقيت موحدة، وإذا ما اتفقتوا وقالوا أنت بتعمل ببيتك سوريا عربية إسلامية كمان معلش يسويها، هذه ما في مشكلة. وكمان شو كمان بنحط عليها السنية، ما في مشكلة عندك أنت. انا عندي عاد وقتها انا بسمي اللي بدي اياه. والله انا يعني بيني وبينك ما بقول لحدا، وقتها راح اسميها كردستان وامري الله شو بيسوي هيك يعني. وانت سميها مثل ما بدك بلدك، وانا بسمي بلدي على كيفي. او بتتفقوا على هذا الحكي، بدك تقول نترك هالحكي للشعب، ما بصير. حتى ما بيكون في ديمقراطيه يعني. نحن بنعمل هدول اساسيات الدوله، يعني الدستور الجديد بيكون مبني على هذا الحديث اللي تحدثته أنا من شوي. طبعا أنت بجوز تقول هذا حديث غلط صح ما بعرف شو. أول كلام جميل. شوف كل كردي موجود في سوريا بيطلب هيك. كل كردي فرضت عليه سوريا، فرضت عليه سوريا في 1916 بيحكي هيك. ماشي بيني وبينك. وهذا ما طلبه. وأنا متأكد 100% أنه 80% من عرب السنة بيرفضوا هذه الطرحات. لهيك معناته الحل الأنسب بنرجع على شو، كل مين حرب بيته، كل مين حرب مدينته بأرضه تاريخية الجغرافية. ماشي. وكل كردي شاف هالفيديو وصل على النهاية وبيتفق على كلامي، بتمنى منك انت انه انت تكتب رقم 3 طويل، لانه بحس انه انت موافق يعني هذا كلام بمسلك جوهري. واذا انت عربي ومع هالكلام موافق على هالكلام مشان نتفق انا وانت، بكون اتفقنا بنعمل اتفاق ونكون صحبه واصدقاء، بتعلق بالرقم شو؟ رقم 4. معلش نعلق رقم 4. واذا انت عربي ضد هالطرح هذا اكتب رقم 50، وإذا أنت كردي وضد الطرح اكتب رقم 9، وبس خود رقمي
دبي رقم يحكي معك إذا كنت كردي بدنا تعرف وتكون بخير. أبو جورج مواطن درجة سابعة معكم من قلب الحدث. أيها السادة والسيدات.